باش كيجيو الناس وكتكون امك ناسه. النوع الاول ياه شي واحد كيدق، غيكونوا هادو غضياف، ولكن ماما ناعسه شنو غادي ندير؟ هاديك النهار قالت لي الا جاو الضياف وكنت ناعسه اجي فيقني داغي باش تنوض جمع الدار عاد تدخلهم. صافي امشي نفيقها. ماما ماما نوضي نوضي خلاص. مالك ولدي حسام خلعتيني ياك لاباس؟ غير سمحي لي يا ماما، غنمشي لي ديك النهار قلت لي الا جا شي واحد كيدق في الباب وكنت ناعسه اجي فيقني داغي باش تنوضي تجمع الدار عاد تدخليهم. غدا باش شي واحد كيدق ماما عليها باش فيقتك. مزيانه ولدي ملي ديتي هكا. يلا اسكت غيب شويه، انا غدا نوض بالخف نجمع الدار صافي عاد ندخلوهم. صافي واخا ماما هاني ساكت، انا غادي نمشي نعاونك في الجميع. نوع الثاني صاف دابا ما تيباش غنهرس، خصو ما غاداش تعيق بيا انا اللي هرسو ولصقته في السكوتش مزيان. يا الدقان هادو ما يكونوا على الضيف لاس. اصلا قالت لي ماما ملي جاو الضيف وقيله قالت لي ما كنا عصا فيقني همشي نفيقها. ماما نودي 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 خلاص. اي عرازي علاش ضربتيني انا؟ علاش ضربتيني؟ مالي شنو درت؟ ياك شنقول امك ملي نكون ناعسه ما تفيقنيش هكا، واللي جا قول ليه ما كايناش. واه ولكن ديك النهار فجات ديك جاتنا زبيده جايبه لك فلوس القوعه وكنتي ناعسه قلت ليها ما كايناش وتي تنوضي تسلخيني. وحيت قلت لك حلو في الغيث اللي جا قول ليه انا ما كايناش من غيرها هي لحقاش كانت جايبه لي فلوس القوعه. وباش غنعرف انا جاتنا زبيده؟ انا ديك النهار قلت لي اللي جا عندي طالما الشارج معاه بشويه لبان لك شي واحد ما كتعرفوش ما تجيش تفيقني. وانا فاش طليت من الشارج مبان لي عندها الموستاج صحابي جانا الجيلاني جا هو ومراتو يشوفوك عليها قلت لهم ما كايناش. وهي اصلا هي عندها الموستاج على راجلها، ما شكون راجل فيهم واش هي ولا هو؟ وحتى انت لامك مصمك سي دابا قول هادو كيدقوا ما كايناش وخليني نرجع الناس. ولكن لعاقوا بيا كنكذب عليهم؟ ما غاديش يعاقوا بيك، قول لهم ماما مشات للسوق. صافي نقول لهم ماما مشات للسوق. ايه يلا سي خلاص. ولكن لا سولوني اين سوق، قول لهم السوق اللي الفوق حدا الخيار. نقول لهم في السوق الفوق اللي حدا الخيار صافي. ولكن اين خيار؟ واتسي ولا نصلخ امك واش تسوقك وصافي يعني غادي ما كنتي تغوتي. صافي دابا مزيان دابا رجع الناس اجي عندك يقول لهم هذا المصمك شي حاجه هو تعرف في الهضره. ولكن بلاتي غادي نبقى نسمع عليهم حتى نشوفوا شنو هيقول. سلام خالتي. سلام ولدي حمزه، قول لي ماماك فينا هي؟ جينا نشوفوها. لا خالتي قالت لكم ماما راه ما كايناش، مشات للسوق عند هذاك الخياط اللي الفوق. هكاك ها انت يا خديجه هي هنا وما بغاتش تشوفنا. وياها صاحبتي فاتحه ولات كتخبى علينا دابا. ها انت كتشوفي كون ما هاد السمك ديال ولدها اللي فرشها كنا كاع ما نعرفوها. وياه ديما خارج عليها مسكينه. هانتي سمعي سمعي شنو غادي نقول لي. قول لي يا ولدي ما عرفتش انا السوق مشات ليه؟ لحقاش كاين بزاف السواق وكل سوق عنده سميه ديالو، ما قالت ليكش؟ كاينين بزاف ولكن ما قالت ليش هي هاد الشيء. شوفوا بقاو هنا انا غادي ندخل عا نسولها وغادي نخرج نقول لكم شنو قالت ليا صافي ما تدخلوش تبعوني. والله الا انت مسخوطه وعقل الله. يلا سير ولدي سير سير حنيني كنا كنتي ولدي كنا هو شنقتك. صافي واخا انا غادي نمشي. هيا دابا غادا تعرفنا عقنا بها وغادا تخرج عندنا صمتي. ايها صحيبتي بقاو هنا ما نتفكوش معاها اليوم تتفهم راسها وتخرج لعندنا. وقالوا لك عين السوق مشيتي ليه لحقاش كاين بزاف. ايها سمعتي سمعتي ضربات ومسكين بشي حاجه سمعتو قطع الحس. يلا ندخلوا خلاص قبل ما تقتلوا. يلا واخا صحيبتي دخلي دخلي خلاص.